لنتوسع أكثر بالحديث عن الملتقى وأبرز ما تضمنه على جدول أعماله الذي سيكون بوصلة المشاركين في مواجهة الاحتلال والإرهاب، كما تضمن الشعار طبعا كما قلنا بالمقدمة. معنا بصباحنا غير أمين نصر الله، عضو شبيبة وطلبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المغربي، والأستاذ العربي شعباني، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة شباب التيار الشعبي التونسي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية نبلش مع حضرتك سيد أمين، خلينا نحكي عن الملتقى وخلينا نحكي عن أهمية هذا الملتقى من وجهة نظرك. بداية أتقدم بالتحية للاتحاد العام للطلبة العرب والاتحاد الوطني للطلبة السوريين على حسن الاستضافة، وأوجه أحر تهاني للشعب السوري والجيش السوري والقيادة السورية على هذا الانتصارات التي تجنيها يوما بعد يوم. مشاركتنا ودور هذا الملتقى الشباب العربي أو الطلاب العربي هو الجلوس على طاولة واحدة وتوحيد مجموعة من وجهات النظر وطرح مجموعة من الإشكاليات التي تعانيها أوطاننا العربية، ويعني بمنظور شبابي ومن منطلقات منظمتنا في أوطاننا مثل المغرب تونس وإلى غير ذلك. سيد العربي، خلينا نحكي كمان عن الهدف من مشاركتكم في الملتقى، خاصة مثل ما حكينا أنه هي مكافحة الإرهاب والتطرف، وأيضا ما ينشر بالعالم العربي عبر ما يسمى طبعا المؤامرات اللي أصابته. بداية أريد أن أتقدم بالشكر يعني للفريق العامل بقناة الإخبارية السورية على هذه الاستضافة اللطيفة، ومن ورائهم أشكر أيضا الاتحاد العام للطلبة العرب والاتحاد الوطني للطلبة سوريا اللي يعني شرفونا بهذا، يعني شرفونا بأن نكون موجودين في سوريا، سوريا العروبة وسوريا الانتصار والصمود. في علاقة بملتقى التضامني حول مسألة الإرهاب في سوريا وتونس وحتى فلسطين وغيره مختلف على كامل امتداد جغرافية الوطن العربي، نحن جينا مثل ما ذكر الأخ أمين أنه جئنا لندلي بدلونا في القضايا الراهنة في وطن العربي والمتسبة في الإرهاب. تهم الشباب كمان. أي طبعا، رؤية أن تكون رؤية شبابية، لأنه أغلب المنتمين لهذه التنظيمات الإرهابية هم شباب في نهاية الأمر، ونحن نفهم لماذا انضموا لهذه التنظيمات. هذا الشباب يعيش نوع من التهميش داخل أوطانه. أنا مثلا في تونس يعني الشباب المراهق وعشرين وخمستاش وستاش وثمانتاش وغيره لا يشعر بأن له دور داخل المجتمع، يجد شيخ داعية يعني وهابي وإخواني أو غيره، يعني يجد فيه الأب، يجد فيه الحضن، يقوم بغسل دماغ، يملأه بأفكار جديدة، يرسله إلى تفجير أخوه وابن عمه وحارته، يعني في كل مكان في الوطن العربي وحتى في العالم. تونس كانت يعني مشهورة بتصدير الإرهابيين إلى سوريا وحتى للعالم، اللي يحدث في حدث يعني في 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 بريطانيا وفي ألمانيا وفرنسا وغيره، يعني كنا لما نفتح التلفاز يعني بالتونسي نحط إيدينا على قلوبنا، يعني سيكون تونسي، هذا تشويه طبعا لنا ولتونس. هؤلاء الشباب أيضا تونس لا ننسى يعني فضلها في تصدير قوافل إلى فلسطين وفي الجنوب في الجولان وفي غيره كمقاومين ومناضلين. نعم، وكان في يعني تيار آخر من الشباب طبعاً هناك منذ 48 يعني كان المقاومون يذهبون قصيرا على الأقدام إلى فلسطين للدفاع عن فلسطين وعلى الأقصى وعلى غيره، مطالبين بفتح السفارة أيضا. أي طبعا السوري. نحن في تونس نظمنا يعني عديد التحركات والأنشطة، وقدمنا مقترح قانون في داخل البرلمان أنه تعاد العلاقات مع الدولة السورية، لكن الحكومة والأغلبية في البرلمان ترفض، لأنه في إعادة العلاقات مع سوريا هو كشف لملفات تسفير صحيح. الشباب والمسؤولين عنها. نعم. احنا طرحنا هذا في الملتقى وتحدثنا بإسهاب عن هذه المواضيع، كما ناقشنا عديد المشاكل والإشكاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية وطريقة النهوض وتجديد خطابنا وتجديد يعني ممارستنا اليومية إما في سوريا أو حتى داخل أوطاننا، لما نرجع هناك تكون عندنا رؤية موحدة للمشاكل والحلول حتى نستطيع أن نتجاوز مثل هذه المشاكل ولا ترجع إلينا من جديد. يعني صحيح، هو أهم شيء ندرس الوضع الراهن وما بعد والمستقبل، المستقبل كمان على جيل كامل تعرض. في سوريا نحن جينا في تضامن ولكن أيضا وقوف على الحقائق، لأن يعني منطقة المغرب العربي يعني الحقائق لا تصل بشكل يعني واضح وكبير وجلي، باستثناء طبعا الناس المهتمين مثل نحن، يعني مهتمين بالشأن الوطني والقومي والعربي وغيره ونتابع بشكل دقيق ويومي ما يحدث في سوريا، لدينا صورة، لكن الشارع التونسي
جراء ذاك التضليل والضخ الإعلامي الهائل يعني لا يعرف الحقائق. يرى أنه في تونس حدثت ثورة، أسقط النظام، ستنفتح الأفاق وستغير الوضع. يعني ليش سوريا استثناء؟ يعني أكيد في لازم يصير، أكيد شعب مقموع وهذا الكلام يعني. لكن لا يعرفون أن استهداف سوريا ليس لأسباب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وغيره وغيره وغيره. استهداف سوريا انطلاقا موقعها الجغرافي والسياسي والاستراتيجي والثقافي وغيره، ودورها بالمقاومة، ودورها في علاقة بالكيان الصهيوني، الممانعة والمقاومة لهذه المخططات، يعني يجب استهدافها. لذلك نحن جئنا حتى نوضح هذه المسألة، ونقول أيضا أنه هناك معركة على الأرض خوضه الجيش العربي السوري وحلفائه وغيره في تقدم وانتصار، وهذا يشرفنا، ونحن لنا شرف الوقوف على مثل هذه الحقائق. لكن أيضا نقول أن هناك تحدي آخر، هو معركة البناء. معركة البناء في علاقة بالثقافة، إعادة بناء الإنسان، النفوس والحجر أيضا، أي إعادة بناء الإنسان، لأنه أكيد حدث شرخ ما. نعم. خلال 7 سنوات أنا على الأقل تأكد أنه في أطفال لهلا ما دخلوا المدرسة بلغتكم. ليش؟ لأنه أهله في 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 مخيم أو لاجئ أو غيره. هذا الشرخ الدولة أكيد قائم. أنا البارح تفاجأنا لما ذهبنا لنتبرع بالدم كمسألة رمزية تضامنا مع الشعب السوري، اكتشفنا حقائق أنه الجرايات في بعض المناطق التي تحتلها هذه الأجهزة والحركات الإرهابية ما زالت تصل إلى أصحابها، يعني يثبت ويدل على وقوف الدولة السورية وصمودها وثباتها. والدولة عبارة على أم الجميع، ما زالت تحتضن حتى في علاقة بالمستشفيات، أطفال شباب غيره يجوا على سوريا ويتلقوا علاج ومجاني وغيره وكأن شيئا لم يحدث. دائما سوريا الأم هي عم تحتضن كل أبنائها أكيد. ويمكن أنتوا شاهدتوا على أرض الواقع يمكن الحياة ونبض الحياة وإرادة حياة السوريين بسوريا. خلينا نحكي معك بالختام سيد أمين على طاولة واحدة 70 منظمة من 13 دولة، أهمية هذا الملتقى خاصة للشباب العرب ليجوا يجتمعوا بسوريا، وخاصة مثل ما بنسميها 2017 هي عام النصر بسوريا. بداية إن سمحتي في إطار تفاعلي مع سؤالك الأول، تفاعلت ماذا يرتجى من هذا الملتقى. نعم. لكن لم أتطرق إلى الدوافع التي دفعتنا كحزب طالع الديمقراطي الاشتراكي أو كشبيبة الطالعية أو كقطاع طلابي للمشاركة في هذا الملتقى والتعبير عن رأينا. باختصار، الدافع الأول الذي جعلنا نشارك في هذا الملتقى هو ما نعبر عنه في تالوت الحزب التحرير الديمقراطي والاشتراكية، وما نعبر عنه في أدبياتنا الحزبية وفي مواقفنا منذ بداية الأزمة السورية، وفي ارتباطها بالواقع المشهد العربي وبالقضية الفلسطينية التي يتم تغييبها وبنقاشات أخرى وبمشهد آخر على مستوى العالم العربي، حتى في إطار تثبيتنا للموقف، لأننا نمارس سياسة وبالتالي الفاعل السياسي هو مطالب دائما بأن يكون له موقف في نهاية المطاف، إما أن يكون ومع ذلك. نقول دائما كما نقول في المغرب أن اللحظة تستدعي إما أن تكون مع محور المقاومة بقيادة القيادة السورية، وإما أن تكون ضد وتكون مع الرجعيات العربية والصهيونية. فهذا مسألة أولى. المسألة الثانية هي ارتباطها بالقضية الفلسطينية. كما قلت أن الجيش السوري ومحور المقاومة في 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 سوريا لا يقاتل من أجل سوريا وحدها، وإنما يقاتل من أجل وحدة الأوطان العربية كافة، وارتباطها بالقضية الفلسطينية التي نعبر عنها في أدبياتنا الحزبية أنا مركز أو مركز الصراع العربي الصهيوني. خلال نقاشاتنا عبرنا في هذا الملتقى عن مجموعة من الإشكالات منها التي تهدد المنطقة عبر تقسيمات عرقية وإثنية وما إلى غير ذلك، وعبرنا عن تخوفنا الشديد مما تستولي الأوضاع الآن في العراق عبر تداعيات تقسيم المنطقة إلى منطقة كردية وإلى منطقة عربية، وبانسجامها مع مخططات تقسيم المنطقة ومخططات سايس بيكو تفتيت المنطقة التي تخدم في نهاية المطاف الكيان الصهيوني. وعلى فكرة في مسألة الاستفتاء بركة الحكومة الصهيونية. ولنا مثل أو مقولة خالدة للرئيس جمال عبد الناصر حينما قال لو ردت عني أمريكا أعرف أني على خطأ. هذه مسألة.
لذلك فالملتقى التضامني الطلابي جاء في هذا الإطار، ووصول يعني 70 منظمة أو 13 دولة إلى سوريا ومشاركة في هذا الملتقى له مجموعة من 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 الرمزيات. ليس هو ملتقى من أجل رفع شعارات والخروج ببيان ختامي، وإنما هو تجسيد للموقف، تجسيد لمواقفنا التي نعبر عنها في أحزابنا وفي بلداننا ونعبرها في شوارعنا العربية إبان الأزمة وحتى الآن في بعد جني الانتصار. وقلنا كذلك أنه يجب علينا انتقال من المقاومة إلى استثمار نتائج هذه المقاومة ومن نتائج هذه الانتصارات، لأن صراعنا ضد كعرب وكمناضلين ثوريين ومع هذا التطرف الإسرائيلي لن ينتهي بهذا الانتصار، وإنما سينتهي بدرس وتشخيص الواقع العربي والجلوس على طاولة واحدة من أجل تنظيم أكثر العمل الوحدوي خصوصا في فئة الشباب. نعم، أنا بدي أتشكر وجودكم وخاصة طبعا من تونس الشقيقة، أكيد منحمل كل الشعب التونسي والشباب التونسي اللي كان لهم وقفات تضامنية مع سوريا مميزة أيضا، وأنتم يمكن اليوم عين الكل شاب وصبية تونسية شفتوا على أرض الواقع الحياة بسوريا ورح تنقلوا الحقائق، وإن شاء الله تكلل هالجهود ويكون ملتقى مو بس بالحضور أيضا بالأفكار والجهود التي تبذل. شكرا لوجودكم. نقطة أخيرة باختصار شديد، أريد أن أتوجه بالتحية طبعا للشعب السوري وللجيش العربي السوري وقيادته الدكتور بشار الأسد في ظل هذه الهجمة العالمية التي لو سلطت على أي بلد آخر لانتهى من زمان يعني. ولكن هذا الصمود يشرفنا ويزيدنا من الفخر والعزة ويعيد إلينا الأمل جراء الانتكاسات المتتالية في أمتنا العربية. على فكرة رفيقنا في التيار الشعبي ورفقنا في حركة شعب، نحن منخرطين في مشروع الجبهة العربية التقدمية، لنا نفس الآراء منذ بداية الأزمة. نعم، حلو، متفقين. نعم أكيد تونس والمغرب نحن كثير بدنا نتشكركم، ونحن كثير أكيد فخورين بشباب عندهم رسالة وعندهم هدف وعندهم إيمان بقضية وطن. شكرا كثير لكم، وتحياتنا أكيد للشعب تونس والشعب المغرب الشرفاء. شكرا كثير لحضوركم، وأهلا وسهلا فيكم، شرفتوا متقدمة في الدفاع عن هذه الأمة. أهلا وسهلا، شكرا على وجودك.